Mini Studio. كل اصحابنا كيفكم اليوم؟ هاي لابينو، هاي لابابا، كل اصحابنا ناطرين حلقه جديده لميني ستوديو. بتعرفوا انه بلش فصل الربيع من كم يوم؟ نحن مبسوطين لانه رجعت العصافير وبلشت تزهر الطبيعه، والطبيعه عم تبلش تصير حلوه كثير. بس عرفينا نشوف كمان الفراشات اللي عم تتنقل من زهره لزهره والوان حلوه كثير بالطبيعه. الفراشات في منها عدة أنواع، في الفراشات اللي بتطير بالليل، وفي الفراشات اللي بتطير بالنهار، وفي 150 ألف نوع فراشات مختلفة. والفراشات رح يكون موضوع حلقتنا لليوم، وإذا كان هالموضوع بهمكن ما إلكن إلا تابعوا حلقتنا. وهلأ شو رأيكن إذا منبلش حلقتنا بغنية حلوة منغنيها بكا؟ ها أوكي. اهلا وسهلا ببي جي بارت. بي جي بارت صديقنا، وصرتوا تعرفوا انه بيجي لعنا تيسمع صديق او صديقه بيغنوا اغنيه من اغاني الكاراوكي، وكمان تيذكرنا بالمسابقه الكبيره لتشوب اتشوبس. صرتوا تعرفوا انه لازم تجمعوا كل الستيكرز يلي بتلاقون بالفانتازي بول بيتش تتلزقون على هالبوستر سبايس جيرلز، ولما يكمل البوستر بتبعتوا لنا اياه مع صوره انتو بتكونوا رسمتوها، او كمان بتبعتوا لنا اياه مع موضوع صغير بتكونوا انتو كتبتوه، واكيد بتربحوا لان كتار منكم رح يربحوا مع تشوبا تشوبس. خليكن معنا تتعرفوا نتائج هالمسابقة مع تشوبا تشوبس دايما. وهلأ صار لازم نتعرف على صديق او صديقة معنا. شو اسمك؟ احمد. احمد، احمد شو؟ وهبي. وشو بدك تغني لنا؟ بابا اورس. بابا اورس، تلعب الكاميرا. Papa ours et maman ours et leurs enfants, bébé ours, sont nés hier matin au beau pays des Africains. Papa ours et maman ours et leurs enfants, bébé ours, sont venus hier matin au beau pays des Africains. Merci à toi, Ahmed. أكيد رح تربح معنا مجموعة طيبة من سيسات فانتازي بول بيتش. مبروك لك، وأكيد صار فيك تعبي البوستر مثل صديق لنا اسمه كريستوف كيركنيان. عبي لنا البوستر، وما نسي يبعت كمان مع البوستر رسمة لبيتجي بارت. ها ليكو شو حلوة هالرسمة. أوكي، فإذا كتار منكم فيهم يبعثوا لنا رسمة أو مع البوستر، أو كمان تكتبوا قصة صغيرة وتبعتون على الام تي في. مرسي لك. وهلأ رح نغني كلنا سوا بكاها أوكي. Maman, je t'aime tant. Maman, je t'aime tant. Maman, je t'aime tant.
كل جمعة في كنز جديد وكل يوم نعطيكم معلومتين مختلفين تتقدروا تحذروا شو هو هالكنز. وهلأ نادين رح تذكرنا بالمعلومات اللي قلناهم مبارح، واليوم عنا معلومتين جديد. انتبهوا منيح. شي بيتقدم بعلبة مسكرة بيكون مغلف بورقة حلوة، إله شريط ملفوف ومربوط، بتعطيه للأشخاص يلي بتحبون. وهلأ المعلومتين الجديد، ممكن يكون لعبة أو شي تاني بتاخده معك بس تنعزم. شو هو هالشي؟ يعني شو موجود بقلب علبة جبنة بيكون؟ شو هو هالكنز لهالجمعة؟ عندكم من هلأ لآخر حلقة ميني استوديو تتلفنوا على رقم 01-218-910 وبس على هالرقم تتقدروا تقولوا شو هو الكنز إذا حضرتوا وتقولوا اسمكم. وإذا كنتم من أول أربع أشخاص تلفنوا وقلتوا جواب الصحيح رح تشوفوا اسمكم نهار السبت بعد الظهر بميني استوديو. مرسي لبيكون، ترونا بكرة. امبارح تعرفنا على الماجيك ستارز، واليوم رح نتعرف على الكرة الأرضية اللي فينا نحطها كمان بسقف أوضتنا. مثل ما شايفين هون بتلزق وكمان بتضوي، هيدي الكرة الأرضية الحلوة، وهيك منحس حالنا كأنه نحن بالفضاء. وهلأ منرجع لموضوعنا، وكنا وعدناكم نحكيكم عن الفراشات. تعرفوا أنه أنواع الفراشات كتير كتير، منبلش منشوفهم بفصل الربيع وفي منا ألوان مختلفة، بس المعروف هو أنه بالنهار منشوف فراشات ألوانها كتير فاتحة وألوان حلوة مثل الأحمر الأورانج الأصفر وغيرهم، بس بالليل ألوان الفراشات بتكون أغمق. مثلا الفراشات اللي بيطيروا بالنهار جوانحهم عادة بيكونوا بشكل عمودي، أما الفراشات اللي بيطيروا بالليل بيكونوا جوانحهم مطبقين على بعضهم. في كتير مميزات بتفرق الفراشات عن بعضها، رح نحكي عنها بعد شوي، لأنه هلأ رح نتعرف على بطل اليوم مع بيتزا هات. صديق لنا بيحضر أكيد كل يوم ميني ستوديو عارف إنه إذا عبى هالأكتيفيتي بوك من بيتزا هات مثل ما هون عامل، طلعوا منيح معبيها بطريقة كتير حلوة ومرتبة، بيربح معنا ومع بيتزا هات هالبطاقة هيدي يلي هي 2 فري كيدز ميل من بيتزا هات. يعني بيقدر يروح ياكل عند بيتزا هات 2 فري كيدز ميل. ما ننسى كمان انه صديقنا من بيتزا هات بحب كتير الابطال، وبطلة اليوم هي ديان درايبي. ديان كاتبة على قفا الصورة انه هي بطلة لانها شاطرة كتير وعاقلة كتير كتير، ورح تربح معنا اكيد ومع بيتزا هات هالبطاقة هيدي يلي بتخليها تتغدى عند بيتزا هات. تربح يعني 2 فري كيدز ميل من بيتزا هات، وبتربح كمان بطاقة، تربح عضوية بنادي الأطفال لبيتزا هات، وأكيد بواسطة هالبطاقة بتحصل على عروضات كتيرة بكل محلات بيتزا هات. مرسي لكل أصحابنا اللي عم يبعثوا لنا صورهم، ومرسي لصديقنا، مرسي لهدايك الكتيرة. انتو كمان فيكم تكونوا أبطال بميني ستوديو إذا بعتوا لنا صورة حلوة لإلكن وكتبتوا على قفا الصورة بشو انتو أبطال. وهلأ رح نرجع لموضوعنا ونتعرف أكتر وأكتر على الفراشات. بتعرفوا أنه الفراشات منا طيور، هي حشرات، بس من نوع الحشرات يلي بتطير بالليل. معك حق لابينو. وبتعرف أنه كل أنواع الحشرات بيكون مكون جسمها من 3 أقسام تقدر تتحرك، وهالشي بيطبق كمان على الفراشات، بس الفراشات عندهم جوانح تقدروا يطيروا. رح نوقف شوي نحكي عن هالموضوع، نتوقف مع الإعلان ونرجع من كافة فقرات ميني ستوديو. ميني ستوديو مع فانتازيا المسابقة أكيد مكملة، وأنتو فيكن تشتركوا فيها.
لازم تجمعوا 3 مرات 72 فيلم فريم، يعني السري كلها لازم تجمعوها 3 مرات تقدروا تحصلوا على البطاقة الذهبية يلي بتخولكم تشتركوا بمسابقة فانتازيا الكبيرة. بس أكيد من بعد ما تجمعوا هال3 مرات في جوائز كتير رح تحصلوا عليها من بعد ما تكونوا توجهتوا على فروع من باندور وتحصلوا أول شي على بطاقة، وهالبطاقة مثل ما شايفين هون بتخليكم تشتركوا بسحوبات كتيرة، منها سحوبات رح تصير بميني ستوديو تتربحوا هدايا، ومنها سحب الكبير اللي رح يصير واللي 20 واحد منكم رح يسافر على غودهام سيتي مدينة باتمان، وأكيد هيدا السحب رح يصير بإشراف اليانصيب الوطني اللبناني و20 واحد منكم رح يسافر. فانتازيا كمان بربحكم هدايا إذا بعتوا لنا مكتوب على ميني ستوديو. اليوم معنا مكتوب من يارا وسارة سيمول بستاني، هن بعتين المكتوب من الباروك وبحبوا كتير برنامج ميني ستوديو، وبيقولوا انه بيسمعوا بيحضروا كل يوم برنامج ميني ستوديو ومتعلمين كل الاغاني وحابين يسمعوا اغنية شيفون، اكيد رح نقدم لهم اياها اليوم بميني ستوديو. والمكتوب الثاني رح نفتحه هو من صديق لنا اسمه جورج رامح. جورج صار عمره 5 سنين وفات على كلوب ميني ستوديو ومبسوط كتير بيحضرنا كل يوم، بحب كتير بونوي لي بوتي وغنيته المفضله هي غنية شيفون لا بوبي وبيطلبها منا، واذا حطينا له اياها بيبعث لنا بوسه كبيره. نحن اكيد رح نبعث لك بوسه، رح نبعث لك بوسه كبيره سلف. ميرسي لك، وبقلنا انه هو بمدرسه الرهبات الانطونيات. ميرسي لك رامي. أصحابنا يلي قرينا مكاتبهم رح يربحوا معنا مجموعة كبيرة من فانتازيا، بيقدروا يجوا يستلموها نهار السبت قبل الظهر من ام تي في نقاش بين 9:30 و 11. مبروك لكم، وهلا رح نغني كلنا سوا شيفون لا بوبي بلو جاردان دي شانسون. Je suis chiffon, chiffon la poupée, en tissu et coton, je viens vous amuser. Je suis chiffon, chiffon la poupée, cachée dans un carton, parmi vos jouets. Un jour à l'atelier de Dimilon, on a trouvé tissu et coton, on a dessiné des yeux tout ronds, on t'appelait poupée de chiffon. Chiffon la poupée, poupée de chiffon. Je suis chiffon, chiffon la poupée, en tissu et coton, je viens vous amuser. Je suis chiffon, chiffon la poupée, cachée dans un carton, parmi vos jouets. Je suis chiffon, chiffon la poupée, en tissu et coton, je viens vous amuser. Je suis chiffon, chiffon la poupée, cachée dans un carton, parmi vos jouets. Ils vivaient tout seuls et sans enfants, ils disaient c'est important. Un jour viendra, chiffon parlera, ils ne savaient pas que tu parlais déjà. Chiffon la poupée, poupée de chiffon. Je suis chiffon, chiffon la poupée, en tissu et coton, je viens vous amuser. Je suis chiffon, chiffon la poupée, cachée dans un carton, parmi vos jouets. Je suis chiffon, chiffon la poupée, en tissu et coton, je viens vous amuser. Je suis chiffon, chiffon la poupée, cachée dans un carton, parmi vos jouets. Dimilon, toi notre ami, allez viens vite par ici. Tu crois que tu rêves, mais c'est la vérité. Chiffon et chandelle dansent, c'est la réalité. La poupée de chiffon, chiffon la poupée. Je suis chiffon, chiffon la poupée, en tissu et coton, je viens vous amuser. Je suis chiffon, chiffon la poupée, cachée dans un carton, parmi vos jouets. Je suis chiffon, chiffon la poupée, en tissu et coton, je viens vous amuser. Je suis chiffon, chiffon la poupée, cachée dans un carton, parmi vos jouets.
عم نحكي قبل شوي عن الفراشات اللي هن نوع من انواع الحشرات الموجوده بالكون من قديم الزمان، يعني من اكثر من 140 مليون سنه. حياه الفراشات بتمرق باربع مراحل، في نوع من الفراشات بيعيش جمعه واحده بس، وفي نوع من الفراشات بيعيش اكثر. الفراشه اول شيء بتكون بيضة، بعدين بتصير دوده، وبعدين بتروح على الشرنقه، وبس تظهر من الشرنقه بتكون فراشة بس بلا اجرين وبلا انتان. بس في اخر مرحلة، وباخر مرحلة الفراشة بيصير عندها انتان واجرين، وهيك بتصير بتقدر تطير. وكل فراشة بيكون لها لون معين وشكل مختلف عن غيرها من الفراشات. هلا سوا رح ننتقل لنحضر قصة جديدة من ديسان زانيمي ونرجع منكفي حلقتنا. اخر مرحله من حياه الفراشات، الفراشه ببلشوا شو انها حيتفتتوا، بس اكيد بتضل تقدر تطير لاخر نفس. بتعرفوا انه اهم مرحله من حياه الفراشه هي لما الفراشه بتبيض، بس اكيد الانثى هي يلي بتبيض، وبتبيض بس بمحل امن، يعني مثلا على نبته، على ورقه شجر. بس السؤال هو كم بيضه بتبيض الفراشه؟ هيدا اللي حنقلكم اياه بعد ما نتوقف شوي مع الاعلان. اهلا وسهلا بصديقنا من كولاكاو. قبل ما تقول لاصحابنا شو ربحوا رح نسمع اساميهم. هابي بيرث داي لرودريك فريفر، كريستينا بشاره، كارمن عزار، جينيفر كرم، مريم بدران، يارا شماتا، الي حداد، بشاره المر، يوسف حديد، الي شاهين، وسعد سالم. معنا صورة رودريك، صورة كريستينا، هابي بيرثدي لكارمن، جينيفر، صورة يارا، صورة إلي، صورة بشارة، صورة يوسف، وهابي بيرثدي لإلي شاهين. كل أصحابنا اللي شافوا اسمهم على شاشة التلفزيون بنقول لهم هابي بيرثدي، بنبعث لهم بوسة كبيرة من قبل كولاكاو ومن كل فريق ميني ستوديو، وبنطلب منهم يجوا ياخذوا هداياهم نهار السبت من الساعة 10 للساعة 11 من الام تي في، وهداياهم من كولاكاو أكيد هن هالكاسكيت مثلا يلي حاملها كولاكاو، تيشيرت كولاكاو، وكمان مجموعة للمدرسة، مسطرة وأقلام ومبراية ومحاية، وكمان في عنا بورتوكلي كولاكاو، وأكيد ما ننسى مشروب الكاكاو الفوري كولاكاو يلي فيه فيتامين، وكمان كريم على شوكولا كولاكاو. كل هالهدايا لإلكن إذا بعتونا فوتوكوبي لإخراج أيدكن قبل بشهر من عيد ميلادكن وقلنا لكم هابي بيرثدي، ما تتأخروا تتجوا تاخدوا هدايكن. ميرسي كولاكاو. قبل شوي كيكي سألت السؤال بعد ما حدا أبداً جوابك عليه، وهو كم بيضة الفراشة فيها تبيض؟ أنا رح جاوبك لابينو، الفراشة بتقدر تبيض أكثر من ألف بيضة، بس قليل كتير يلي بفقسوا بيقدروا ينتقلوا وينتقلوا على الأربع مراحل اللي حكيناكن عنها. عرفنا قبل شوي إنه الفراشة بتقدر تبيض على ورق الشجر أو كمان على أنواع معينة من النبات، بس تعرفوا إنه الفراشة فيها كمان تبيض هي وطايرة، يعني هي وبالجو. معلومات كتيرة عم نتعلمها بميني ستوديو. هلأ شو قولكن إذا منغني كلها سوا بالعربي؟ صار وقت تقول إنه حلو حلو كتير فصل الربيع، نجمع بين
الأزهار صار وقت نقول إنه حلو حلو كتير فصل الربيع وهي غير عالبالونات من كل الألوان نبيع وحد الصبيان والبنات مبسوطين فصل الربيع فرحوا كتير هيدا الربيع ما تخلوا ولدي قضيع تعوا تروح كلنا مشوار على جنينة نقطف أزهار صار وقت لما البيضة بتفقس بتصير دودة بس هالدودة لازم تتغذى وتاكل منيح تتكبر وتصير فراشة مش بس هيك لازم تحمي حالها من الحيوانات والحشرات يلي بجربوا ياكلوها والدودة يلي بتقدر تخلص حالها من كل هالمراحل بتكون كتير محظوظة وبتصير فراشة حلوة بتقدر تطير حلقة ميني استوديو بعد ما خلصت بتعرفوا ليه؟ لأنه هلأ رح نحضر كلنا سوا حلقة جديدة لنيكولا بامبرونيل ونونوخس حلقة ميني استوديو لليوم خلصت بس أكيد موعدكم بكرة معنا نحن بعدنا بديكار الويسترن وعم نخبركم إشياء كتيرة معلومات مفيدة منغني وبنلعب وبتربحوا إشياء كتيرة قبل ما نقلكم باي بنذكر إنه فيكم تدعوا شخصيات لميني استوديو على عيد ميلادكم إذا اتصلتوا على الرقم 03-85-86-87 أكيد في شخص رح يفسر لكم أكتر وإذا بتحبوا تشتركوا بكلب ميني استوديو وكان عمركم بين الخمسة واتناشر سنة فيكن تجوا لعنا على MTV نقاش نهار السبت بين العشرة والحداعش قبل الظهر بتجيبوا معكن صورة كبيرة لإلكن صورتين باسبور وصورة عن إخراج الآيد وبتجوا مع حدا كبير من عائلتكن وأكيد لما تدخلوا على كلب ميني استوديو بتلاقلكن هدايا منشوف سوا شو هني الهدايا اللي بتحصلوا عليها أول ما تدخلوا على كلب ميني استوديو هني كالسيت كندي كولوم ميرا مجلة بلاي رايت فيها ألعاب حلوة ومسلية لعبة تقدمة ويوي أكتيفيتي بوك تقدمة بيتزا هات وأكيد بطاقة تتنتسبو لنادي بيتزا هات ماجيك ستارز تقدمة ليبراري لليبرير أودو تواليت بور أنفان كالي نورس تقدمة أمتي بوتي هدية تقدمة شرفاس دامور انتبهوا منيح هي اخر ويكند فيكم تحضروا مسرحيتنا لبيرات دو ليل او بونبون باي باي, باي. باي.